البرد والتلج والسنين ما منعتش الناس دي كلها ان تحول المكان اللي تقريبا ماينس 20 لمكان فيري وورم، لمكان مليء بالاحاسيس، لمكان مليء بالعرفان. كلهم جم من بدري جدا رغم الاجازه رغم البرد علشان يقولوا كل سنة وانت طيبة لهيزل ماكاليون. لكن لم أتوقع مثل هذا الاحتفال، لقد فعلوا كل شيء، إنه شيء رائع. ما هي مشاعرك الآن؟ أحاسيس رائعة، لم أتوقع مطلقا مثل هذا الاحتفال والتكريم الكبير بمناسبة عيد ميلادي 100، خاصة من مدرسة فلوباتير والتي كانت دائما جزءا من حياتي كعمدة للمدينة. Happy birthday, dear Hazel. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Hazel. Happy birthday to you. سبسكرايب لايك اند شير، اشتركوا في قناتنا وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم.